شوية من الرده المحمره وشوية من الرده البيضاء والسلام. فهنتكلم النهارده على الوايت بلاد سيلز. وايت هاي الفيروسات. يعني ايه هاي الفيروسات؟
الدنيا الانسان. فعشان كده مهمه جدا تزيد في حالات الاكيوت انفكشن اللي هي العاليه الحاده. يعني ايه عاليه الحاده بعد المسؤوليه؟ لان مرض المرض يجي كده فجاه دي بنسميها اكيوت. المرض اللي هو بيقعد سنين ده بجسمك بنسميه لك تعامل مرض المرض اللي هو هنا بقى اللي هي الموموسايت برضه فاجو سيكل برضه بتلتهب بس بتزيد في مين؟ بتزيد في كرونيك انفكشن. يعني ايه كرونيك انفكشن؟ يعني لما اقول لك سؤال مثلا ايه اللي بيزيد من الوبرا سيلز في الاكيد انفكشن؟ النيوتروفيل المونوسايت. المونوسايت ده يعني وهي في البلد اسمها مونوسايت لكن اللي هي تفرض ان البكتيريا دي قاعده جوه التشو. فالمونوسايت دي يا جماعه تتحول الى حاجه بقى ايه؟ حاجه اسمها ماكروفاج. بس السجين بقى في التشو يعني المونوسايت دول معانا في البلد هي اسمها مونوسايت. سيب البلد عندك في البلد في التشو بيتغير اسمه زي ما هو معايا؟ دي بيسموها مايكروفيل دي النيوتروفيل. دي بقى السيروفيل دي بتزيد في حالات الالرجي وبتزيد في حالات البارازايت او البارازيت انفكشن. بارازيت انفكشن يا شباب بارازيت دي سؤال بيقول لك بارازيت يعني فوليار يعني عندكم حاجه اسمها انكليستوما الغده الشريطيه مش عارف ايه اي فوليار يبقى اذا ما فيهاش حساسيه. اشمعنى مش مهم انا كاتب لكم التفسير بس ايه فاهم ان اليوسيوفيل بتزيد في حالات الالرجي وحالات البارازيت دي مهمه جدا حالات فوليار لانها تبتلها ازاي؟ طبعا تقصد ميجور بيزك بروتين ماده سامه كده اسمها ميجور بيزك بروتين تقتل البارازايت يعني دي كيل بارازايت. انا اقول لك ايه من الوردن سيل اللي كيل بارازايت اللي تقتل البارازايت بتقول لي يوسيرو فيليا. الميجور فيليا دي خلايا شبه حاجه اسمها ماس سيل. المهم دي بتفرز هيبارين واستامين. خلي بالك الهيبرين والهستامين اللي هو 2 اتش 2 اتش 2 اتش ده سؤال من الورد والامتحان يقول لك ايه الخليه من المواد الخاصه اللي بتفرز هستامين وهيبرين. الهيبرين ده انت فاهم انت الهستامين ده بيوسع الوقت المهم كل البيز مين؟ الليمفوسايت يا شباب الليمفوسايت عندي حاجه اسمها تي ليمفوسايت عايز اسمها بي ليمفوسايت ودي خاصه بالاميونيتي حاجه اسمها الكوارد بنسميها المناعه المكتسبه. المناعه المكتسبه بتكون بس اللي بتتحول لشرطه. اخر جزئيه خلي بالك بقى اخر جزئيه ساعات بجيب اللي هو عايزين نشوف انت عندك دلوقتي كل خمس انواع انا عايزين نشوف كونسنتريشن مين فيهم اللي كتيره ومين اللي قليله. فانت في عندك جدول هنقول نيوتروفيل ليمفوسايت و معايا. بص يا شباب احنا عايزين نشوف بقى مين اكتر نوع عندك نيوتروفيل وليمفوسايت
10 جنيه هيساوي زي 6 3 1 سهل ولا صعب؟ سهل سهل. انت حاسس واضحه؟ تمام. 60% متروفان 30% متروفان بعد كده 6 3 1 60 30 6 3 1 واحد. طب تقول لي ماشي اوكي لما كده احفظها ماشي لكن انت فاهم انا عايز اتعرف على النساء مش عارف مين كتير ممكن انا هقولها لك بطريقه حلوه قوي never let monkey eat banana بس خلاص معروف ان الهنود بتحب الناس banana Thank you.